كلكم ركبتوا؟ فين سامح؟ سامح؟ سامح مين؟ ابني، كلميه في التليفون. يا كسبتي فين أكرم؟ أكرم مين؟ أكرم جوزي. يا لهوي يا أكرم يا حبيبي يا أخويا يا اللي مش هلاقي زيك تاني ولا في ضفرك. قتلوك، اتيتمت يا أخويا. تولولي على إيه دلوقتي؟ عالغالي يا أختي حب عمرو اللي مش هلاقي زيه تاني. ده أنا كنت أنام هو يصحى، أنا أنزل هو يطلع. طب ما كده ما كانش بيتيه. بعد المصيبة مات وهو ما بيحبنيش، كان نفسي يحبني. زعلانة قوي يا أختي؟ خدي شمة تعرفي هو مات ليه؟ ليه بس كده يا أكرم؟ ليه كده؟ يا حبيبتي حقك عليا، كان نفسي أسلسل معاكي بس خلاص مفيش نفس. لا يا أختي ولا يهمك، واجبك وصل يا أختي وصل. هو إحنا رايحين فين يا نال؟ على عيش الحب وطير يا حمام، على عيش الحب. ايه يا نالي رايحين فين؟ رايحين على مصر. طب وماما وصلاح؟ هو انا هنقذ العيله كلها؟ ترى طلعت بيك بالعافيه. التليفون مقفول، اعمل ايه؟ خليكي وراه، ارجع تاني ناخد سامح من فضلك. مش هينفع ارجع يا دكتوره. ما ينفعش كمان اسيبه وامشي وربنا ما راجع. يا حبيبي يا ابو اوزو يا اللي ما لحقتش تشوفوني. ايه ده؟ ايه ده؟ ده اول عمود ايش ايش؟ ما حدش معاه شبشب. بقول لك ايه، فرمل بسرعه عشان يقع. اوعى يما يا ولية، انا جوزك اكرم. امشي، ده عفريتو، الحقوني. يا ابو اوزو ده اكرم جوزي. اكرم يا حبيبي يا اخويا يا حبيبي. اجري بسرعه، دول جايين ورا. يا نهار اسود، اوعى يا عم. يا خدوا كلثوم، يا نهار اسود، عايش ازاي انا وصرصوم الهوا دوت؟ يا حبيبي ارجع من فضلك، مش عايزه ابني يبقى زيه كده من فضلك. مش راجع، دول خدوا منه الكلثوم. لا ما ترجعش، هياخدوا منك العربيه زي ما خدوا مني الكلثوم. كله للعربيه. انت سكت ازاي؟ البنت اللي اتصلت بيا قالت لي فوقيه عايزاك ومحتاجاك، بس ما تتصلش بيها عشان نعمل لها مفاجأة. مفاجأة طين. مفاجأة ايه ونيلة ايه؟ انا لا كلمتها ولا عبرتها، دي هي اللي قعدت تزن عليا عشان تعرف احنا فين، لحد ما بعت لها اللوكيشن بتاع ابو عبد. وطبعا مش عايزه تيجي في نص الليل لوحدها، فتلاقي مين عبيط تستخرجه وتستهفئه غيرك. ما انت عارفه فوقيه اني عبيط وبصدق اي حد. مت مرة قولك ما تسمعش كلام حد غيري، لكن انت طرطور. اهي حملتك كوبري عشان توصل لسامع. بقولكوا ايه، مش وقته الكلام ده. ارجع تاني. انا تعبت يا دكتورة. انا تعبت